السلام عليكم اصدقائي من جديد على قناتنا شادي يوتيوب. قبل هذا الفيديو اصدقائي تحطوا لايك لهذا الفيديو وبتشتركوا بالقناة. شكرا كثير اصدقائي على جهودكم الكبيرة جدا. قلت لكم المرة اللي فاتت انكم توصلوا الفيديو للميت لايك ووصلتوها بكل جدارة. واليوم معنا اصدقائي المجموعة اللي وصلتني من ديليفل 21 لديليفل 24 وهي مجموعة الثندر دراجون. طبعا ما اطول عليكم اصدقائي، خلينا نشوف المجموعه وبعدها ننتقل للمبارزات لحتى تفهموا الكومبوهات الخاصه فيها. طبعا انا ما بلعبها اصدقائي بسفير كوريمو او كمان بالسكيل الخاص بالدروينج الخاصه بشخصيه يوبو. ما اطول عليكم، ليتس جو. طبعا هذه هي اصدقائي المجموعه اللي انا بلعبها وهي عن طريق سكيل ليفل دوبليكيشن. طبعا سكيل ليفل دوبليكيشن اصدقائي هو صح صار عليه نيرف، يعني عدلوا على السكيل وصار انه لازم يكون نقاط حياتك 3000 او اقل عشان يتفعل السكيل. طبعا كيف بنعدلها بهذا الشيء؟ عن طريق الكوزميك سايكلون بامكاننا انه نفعل السكيل هذا عن طريق انه نضحي ب 1000 نقطة حياة بالنسبة لنا، ومنها كمان بنشيل اصدقائي الترابات والسحر لدى خصمنا. ايضا كمان اصدقائي انا مجموعة الثندر دراجون مش كاملة، يعني انا معي اصدقائي 2 لافانير تمام و2 من الثندر اليو ار اللي محتاجها من باكج. هاي اصدقائي خلينا اوريكم باكج هاد دارك دومنشن واللافانير من اصدقائي الباكجين هذول تمام. مع ذلك فزت وصعدة رينكين فيها، فالمجموعة ماشية 100%. طبعا انتم تعرفوها بشكل عام المجموعة كل اختصار فيها لايت وفيها دارك تمام. الحلو بالثندر دراجون يا اصدقائي انكم تقدروا تسووا لها سبيشال سامن لما تكون في المقبرة، او حتى كمان معمول لها بانش عن طريق هاي البطاقة يا اصدقائي. فاذا حابين اشرح لكم اياها راح يكون فيديو خاص لها من ناحية الشرح. حاليا راح اوريكم الجيم بلاي اللي لعبته في الدليفل 22 و23 و24 تمام اصدقائي. ما اطول عليكم، طبعا خذوا نظره على المجموعه واستفيدوا من هالشكل هذا وليتس جو لنشوف الجيم بلاي. انطلق. اوكي يا اصدقائي، مثل ما انتم شايفين خلينا الان نشوف المبارزات. طبعا ضفنا يوسف فوتو تمام. شو بتتوقعوا يعني تكون المجموعة؟ يا اما هاربي يا اما المجموعة الجديدة اللي هي شوتينج ستار رويد تمام. خلينا نشوف. طبعا جانا لوف هنتين منه وجانا الممتازة للثندر دراجون انك ترمي بطاقة نفسها للمقبرة حتى تساوي الكومبو الخاص في لوف. مثل ما انتم شايفين الان نعمل بانش دائما لهذول البطاقتين على اساس انه نعمل سيرتش اصدقائي، ومنها كمان نسوي سبيشال سامن لديفنس بوزيشن تمام. هنسوي ليفل 6 ديفنس بوزيشن ونجيب اصدقائي اللي نسوي له سبيشال سامن. فالان نعمل سبيشال سامن لليفل 6 لحتى نعمل لاصدقائي اكسيد ليفل 6. ولا نشوف شو هو الاكسيد. الاكسيد اللي بيرجع يا اصدقائي اي بطاقه ليد خصمي مثلا، او انت كمان بامكانك ترجع بطاقه من المقبره من اي شيء. وبهيك اصدقائي جيجي فزنا. طبعا المعروف بثندر دراجون انها اوتو كيل لما تكون في الدور الثاني، بيعطيك امكانيات جدا رهيبه. فيبي يا اخوان ايزي جيم، ندخل الان للمبارزه الثانيه ونشوف كمان. اوكي هاي المره ضد يوبل، يعني اكيد ممكن تكون مجموعه ثندر دراجون مع السكيل، الا اذا اخذ يعني دمج بامكانه انه يساوي ترش البطاقة اللي تعمل بانش للدارك ويسوي دروينج منها. مثل ما انتم شايفين معنا كوزميك سايكلون، لكن احنا اعتقد في الدور الاول. احنا في الدور الاول نفعل قدرة ريجن، نرمي للمقبرة ونضي، وكمان مرة نفعل قدرة ريجن. مثل ما انتم شايفين سحبة جدا سيء. صديقنا الان يلعب بمجموعة اعتقد يوبل. والله هو العليم، لانه هو سوى ديستروي للفينيكس تمام. سوى الان يا اصدقائي سبيشال صميم مثل ما انتم شايفين، وبعدها نعمل تربت على اساس انه يساوي سبيشال صميم من المجموعه ديفنس بوزيشن تمام يا اصدقائي. ومنها راح نعمل الان سينكرو ليفل 9 واللي هو الدراجون ميكس.
وبعدها نعمل سيرتش مثل ما انتم شايفين للي بيساوي مش نصمم عن طريق انك تعمل بانش لللايت والدوار للمقبرة. اوكي والان نهجم على اصدقائي ايضا. جيب ليدنا بطاقة ثندر دراجون وهو يفعل لي اصدقائي الكيترويد فيهتمي من هذا الشيء. نشوف شو ممكن يعمل الان. طبعا مثل ما انتم شايفين فينيكس بامكانها تساوي ديستروي للشعبات الخاصة فينا. والان هو ينهي دوره ما معه يوبل ما معه اي شيء. تمام نعمل الان سينكرو ليفل 11 لكن ما راح ياخذ القدرة الكافية انه مثلا يتفاعل قدرة 6000 نقطة هجوم اللي انتم عارفينها. اذا بدكم تفعلوها لازم تعملوا سيكرو مع سيكرو يعني سيكرو تونر مع سيكرو عادي لحتى تفعل قدرة الخاصة لهاي البطاقة انه يهجم بقدرة هجوم 6000. فمثل ما انتم شايفين هذا يفعل القدرة يا اصدقائي. والان نهجم وديدي نو ننتقل لك للمبارزة لحتى كمان تستفيدوا من المجموع. ندخل الان يا اصدقائي ضد شخص من امريكا وعم يلعب بمجموعة جاجا اعتقد. نشوف الان طبعا هو عامل ون ستريك 2 واحنا كمان عاملين ون ستريك 2 بالمجموعة وسحبي جدا جدا حلو. لكن احنا الدور الاول لو كنا الدور الثاني كان بامكاننا نعمل اوتوكي لكن نوت بروبليم الان نسوي كومبو واللي هو نسوي سبيشال صمم وللديفنس بوزيشن للثندر دراجون. تمام ونعمل سيرش لبطاقة مثل ما انتم شايفين. طبعا لحتى نعمل اكسيد صمم ليفل 6 وانتم عارفين الاكسيد صمم ليفل 6 اللي حيكون هذا اللي بيعمل نيجيت للاكتيفيتي الخاص بالمانستر وراح ننقص 5 نقطة حياة بالمئة. تمام طبعا مثل ما انتم شايفين 7 جاجا سيستر والان نعمل نيجيت لجاجا سيستر حتى ما تتفاعل قدرته. فمثل ما انتم شايفين طبعا يفعل اللي يسوي لي ديستروي الها وبعدها يعمل سبيشال صمم ويعمل اكسيد صمم ليفل 6 ونفس المونستر جميل. فا اتس اوكي يفعل لوف نرجع البطاقة ليدنا وبعدها نفعل الاكتيفيتي الخاص فيها لحتى نجيب نفس البطاقة ومنها بامكانها تهتم للمقبرة. هلا معنا جدا بطاقات ممتازة. هلا نرمي برضو الدارك للمقبرة لحتى نجيب كمان اللافانير الثانية. فنفعل الاكتيفيت نسوي الان ديستروي وسيرتش وسبيشال صمم بنفس الوقت. مثل ما انتم عارفين ناقص منا نقاط الحياة فبامكاننا الان نساوي قدرة السكيل. طبعا حتقول لي ليش ما تفعل الاكتيفيت الخاص فيه؟ لانه اللافانير كويك افكت سريعة جدا. اوكي لنجيب يا اصدقائي سينكرو ليفل 11 ونفعل الاكتيفيت خليها ليفل 6 ونساوي سبيشال صمم ليفل 6. مثل ما انتم شايفين كان عامل كمان اكسيد ليفل 6 وكمان لافانير واهجم بكل اختصار. يبي يا اخوان ننتقل لكمان مبارزة ونشوف كمان الكومبو الثاني. اوكي هاي المرة ضد شخص من اليابان عم يلعب لي بسيرة. تمام طبعا هو عامل ون ستريك 2 كذا احنا خسرنا لكن نوت باد انك تصعد فيها يا حبيبي. الدريفل 21 لدريفل 24 هذا شيء ممتاز جدا. افعل لوف يا اصدقائي ونفس الكومبو نعمل سيرش وسبيشال صمم بنفس الوقت عشان انه نعمل اكسيد صمم ليفل 6. يبي يا اصدقائي نسوي سيرش فعل قدرة اللي تجيب لنا ريدن. تمام نفعل السبيشال ونعمل اكسيد صمم ليفل 6 اللي هو بيعمل نيجيت للاكتيفيتي الخاص بالوقت. يبي اصدقائي وعم يلعب لنا يا حبيبي بمجموعة الميتا فيس. طبعا الميتا فيس جدا جدا مظلومة وجدا جدا كثير قوية والسبب يا اصدقائي انه هذا المونستر جدا جدا قوي انه بيشيل لك كل الوحوش اللي معمول لها سبيشال صمم يا اصدقائي ويعمل لها بانش. اوكي نشوف الان طبعا مثل ما انتم شايفين كمية الاتاك الخاصة فيها راحت لانه هو كان معه 2 كونتينيوس سبيل وهذه ما بتصير بالمرة. تفاعل قدرة ريدن لما تصير صمم ليفل 4
فعل ابيض وبعدها جيب هاي لنساوي سبيشل سمن ليفل 6 يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين ومعه يا حبيبي كيترويد. طبعا ما راح افعل الان كيترويد لانه انتم عارفين احنا فعلنا قدرة ابيس. ابيس قدرته انه بيعمل نفي للمقبرة يعني مثل عمل الفيلم دي نايكو فان. عرفتوا كيف هذا الشيء؟ فيبي اصدقائي احفظوا هذا كمان لكم. انتقل الان لاخر مبارزة معنا انطلقنا. اوكي اوكي وهاي المرة يا اصدقائي ضد يوسي فودو. طبعا مثل ما انتم شايفين عاملين ون ستريك 5 بالمجموع. اوكي طبعا سحبنا جدا جدا ممتاز. طبعا نكمل الكومبو اللي عارفينه احنا نسوي سبيشال سامن وسيرش بنفس الوقت على اساس بنعمل اكيد ليفل 6 واللي بيساوي نيجيت للاكتيفيتي الخاص بالجانك سيكو. هلا نشوف الان يا اصدقائي نفس الكومبو هذا الشيء الاسطوري بالمجموعة الثندر انك تعمل اكسيد وسبشل بكل سهولة. طبعا هو يضع ديفنس لانه عارف انه بامكانه يعمل ديجيت. طبعا نفعل الكوزميك سايكون لنشيل التراب مثل ما انتم شايفين التراب جدا جدا قوي. اوكي اوكي طبعا يفعل الاكتيف على اساس انه يجيب جانك سيكروم مو مشكلة وينسحب. تمام ننتقل لاخر مباراه وتكون الخاتمه معنا بالفيديو. ان شاء الله انكم تكونوا مستمتعين بالمجموعه وان شاء الله راح اشرحها بفيديو ثاني اذا انتم حابين هذا الشيء. انا ننتقل لاخر مباراه انطلقنا. اوكي اوكي شوف الان معنا اخر مباراه الان ضد يا حبيبي جاك اطلس واللي هي الان مجموعه تير 1 وهو عامل وين ستريك 8 يا حبيبي. طبعا هذه خليتها انا الخاتمة على اساس انه تشوفوا قوة المجموعة الخاصة فينا. طبعا لوف لازم يكون معنا مونستر خاص فيه الثندر دراجون لكن جدا جدا سحبنا سيء مثل ما انتم شايفين. يجيب لي هي تورنيدو يرجع لي الكوزميك سايكلون وعمل لي الان دوميشن. تمام سكيل جدا جدا مبالغ في قوته تعمل سيرش لاي بطاقة من ناحية المجموعة الجديدة هذا جدا جدا قوي. اوكي نسوي الان سينكرو يجيب لي يعمل بانيش لكن ما يعمل لي ما يرسل لي المونستر يعني للمقطع. لا اوكي نفعل الكوزميك سايكلون يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين كان اللي يعمل لي اللي بقيت. الان نفعل لوف ونكمل الكومبو الخاص فينا. طبعا بامكان انه نرجع المانستر بكل سهولة فخلينا نشوف. طبعا نعمل اكسيد سمن ليفل 6 ونضيع له الكومبو الخاص فيه لكن يا حبيبي نستنى الليفل هذا نسوي له ديستروي. فعل ليفل دبليكيشن على اساس انه نعمل اكسيد سمن ليفل 6 وبعدها يا حبيبي نعمل سبيشال سمن عن طريق الثندر اليو ار مثل ما انتم شايفين في دي دو. طبعا حبيت تكون هذه اخر مباراة لحتى تفهموا انه المجموعة جدا جدا قوية. طبعا يا اصدقائي اتمنى انكم استفدتوا من هالمجموعة والكومبوهات الخاصة فيها. اذا عجبكم هذا الشيء فيبي يا اصدقائي اشوفكم في فيديو جديد في امان الله. سلام.